منين ما يوجد حسد الأرض لا تحتمل اتنين يقعدوا جنب بعض. بالحسد يحاول يفرق، يحاول يقتل، يحاول يعمل أي حاجة. زي ما قايين حسد أخاه هابيل وفعلا قتل، وزي ما عيسو اتضايق من أخوه يعقوب إنه خد البركة وهو ما خدهاش وفكر إن يقتله. لم تسعهما الأرض أن يسكن معه. أيضا رحبعام ويربعام هما الاثنين ما أمكنش إن الأرض تسعهم مع بعض، فاضطر يربعام إن ياخد 11 سبط ويهرب بيهم، ولا يبقى لرحبعام ابن سليمان إلا سبط واحد. الثاني خد 10 مش 11، هو من سبط يهوذا وبقي له سبط لاوي، والعشر الباقيين خدهم يربعام. ايضا كما حدث مع الرجال حدث مع السيدات. ليئة وراحيل شقيقتان لم تسعهما الارض ان يسكنا معا. ليه؟ بيتنافسوا على الرجل يعقوب، وبيتنافسوا على خلفة الأولاد، لدرجة إن ليه قالت مرة محاربات الله، حاربت مع أختي، اعتبرت محاربات تنتسب إلى الله نفسه، عشان دي عايزة تجيب عيال والتانية ما بتجيبش عيال. برضه نفس الحالة مع حنة وفنانة، واحدة بتجيب عيال وواحدة ما بتجيبش عيال، فمش الأرض مش سايعاهم يقعدوا مع بعض، بنكد ليل ونهار. كانت بتنكد عليها لغاية ما تخليها تعيط عشان ما بتجيبش عيال، وهي في إيديها تجيب عيال. ياما بيحصل هذا الأمر إن اتنين لا تسعهما الأمر في الأرض أن يسكن معه. زي زوج وحماته جايز لا تسعهما الأرض. بل ربنا قال في حالة الزواج إن الإنسان يترك أباه وأمه وعيلته كلها ويتصل بامرأته. ليه؟ لأن لو قعدوا سوا جايز لا تحتملهم الأرض أن يسكن معه. مين اللي تبقى رئيسة البيت؟ الزوجة العيلة اللي متجوزة لسه دلوقتي، ولا الأم اللي هي بتدير البيت من ساعة ما الزوج كان عيل صغير وكانت بترضعه؟ تقول هتطلع البتاع دي تدير البيت وجودي؟ هكذا التنافس ايا كان وضعه، سواء كان تنافس على وظيفه او على ترقيه او على اداره او على انتخاب، تلاقي الارض لا تتسع لاثنين انهم يعيشوا مع بعض، وده يحط في ده وده يحط في ده.